Hello guys, today we are going to talk about electric current and cell. عارفة ان احنا already اتكلمنا على electric current and cell في الفيديو اللي فات، يمكن بس طريقة شوية غريبة لان مش دي الطريقة المعتادة. حبيت بس يكون نفس العرض على بورد عشان يبقى اقرب لك واقرب لك للشغل اللي انت متعود عليه. طيب تعالى نشوف ايه السمري كده، نعمل سمري بسيط كده للي احنا قلناه المرة اللي فاتت واحاول ابسط ايه بطريقة اسهل. طيب اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن السورسز of electric current. طيب ايه sources of electric current؟ اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا عندنا two sources. طيب اول حاجه، اول source عندي الالكترو كيميكال سيل، وتاني ايه source electric generator. كلام عن الالكترو كيميكال سيل سهل جدا لان اوريدي كلنا عندنا الكترو كيميكال سيل في بيتنا، ومن الفيديو اللي فات برضك عرفنا ان هي مين؟ البطاريه. طيب ايه اللي بيحصل جوه البطاري؟ لا افتكر معايا الاول اصلا يعني ايه الكتريك كارنت عشان تبقى عارف اوريدي انا عايزه ايه اوريدي من التو ايه من التو تولز دول او من السيل والتول الموجوده بتاعتي دي. الكتريك كارنت يعني ايه الكتريك كارنت؟ يعني فلو اوف الكترونز ثرو واير، يعني انا محتاجه نيجاتيف تشارجز يحصل لها ايه؟ موف كده ثرو ايه؟ ثرو واير. مين دول؟ دول الالكترونز. هيحصل فلو اوف الالكترونز ثرو واير او ثرو كوندكتنج ماتيريال. يبقى انا محتاجه ان الالكتروكيميكال سيل تعمل ايه؟ تطلع لي الكترونز، محتاجه الجنريتور يطلع لي هو كمان الكترونز. طيب اكيد هنا طالما هما تو سورسز يبقى ايه الجنريشن اوف الالكتريستي هنا مختلفه خالص عن هنا. طيب ايه اللي حصل هنا بقى في الايه في الالكتروكيميكال سيل؟ الالكتروكيميكال سيل ببساطه خالص اتش باتري كونتين كيميكال سبستانسز. ببساطه خالص كده الكيميكال سبستانسز رياكت توجذر، زنك وكربون جود كوندكتورز كلهم، بيحصل بينهم وبين بعض كيميكال ايه؟ كيميكال رياكشن. الكيميكال انرجي دي بتعمل بروديوسنج اوف الالكترونز، بتطلع الكترونز، وبعد شويه انا بستقبل الالكترونز دي بايه؟ بواير عشان هو جود كوندكتور جواه كبر، والاي والكبر از جود كوندكتور، فاوريدي يحصل فلو اوف الالكترونز ثرو مين؟ ثرو الواير. تمام كده؟ طيب يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ الكترو كيميكال سيل تعمل كونفرت للالكتريك سوري للكيميكال انرجي انتو الكتريك انرجي. تمام؟ طيب المشكله شويه كانت في الجنريتور، وانا حبيت اوضح شويه في فيديوز كتير لان انا مش حابه خالص ان انت تبقى حافظ الجنريتور ومش فاهم اصلا ايه طريقه الشغل بتاعه. طيب نشوف كده ونوضح كده الجنريتور بشكل بسيط. المفروض عشان اوريدي اي حد يعمل جنريتور اللي احنا اوريدي بنسميه ايه؟ مشهور بايه؟ داينو. عشان اوريدي تكون جنريتور او تعمل جنريتور انت محتاج يكون عندك ماجنت، هختار انا الهورس شو ماجنت، ممكن بار ماجنت اي حاجه، وايه اوريدي يكون عندك ايه؟ كويل كبر كويل. طيب وممكن براحتك بقى عايز اوريدي تحط هنا اميتر. ايه نفتكر مع بعض الاميتر كان بيعمل ميجر لمين؟ بيعمل ميجر للالكتريك كارنت انتنسي، فهو اوريدي يقدر ياكد لي ان هنا في الكتريستي. او ببساطه احنا ممكن نحط لام. طيب انا مستني ايه؟ انا مستني يحصل لايت اب للام. طيب الحمد لله جبنا الايه الهورس شو ماجنت وجبنا الكويل وجبنا الايه اللامب، ما فيش حاجه حصلت الا ما اشتغلتش ولا في لايت ولا اي حاجه. ليه؟ المفروض ان انت تبقى فاكر شويه معايا ان الماجنت او التو بولز اوف ماجنت بيكون الماجنت بتاعي سراوندد ويز حاجه اسمها ماجنتيك فيلد. في ماجنتيك فيلد تخرج من ايه؟ من التو بولز اوف ماجنت. ايوه عادي ماشي. هيحصل ايه؟ لازم اعمل للماجنت ده روتيشن، هركب هنا ارم فيه واعمل ايه؟ واعمل روتيشن. الروتيشن بتعمل كاتنج للالكتريك كارنت سوري بتعمل كاتنج للماجنتيك فيلد، والماجنتيك فيلد لما بيحصل له بطريقه صعبه شويه يعني مش عليك خليك في البسيطه اللي انا اقولها لك اهو، بيحصل كاتنج للماجنتيك فيلد، بيحصل ايه؟ بيحصل بروديوسنج اوف الالكتريستي. ايه جاست ان انت بس يكون عندك ايه كبر واير وانت تقدر تعمل اي اتراكشن او هتاخده يعني، ويحصل فلو اوف الالكترونز. طبعا ده ايه اكتشفوه بالصدفه يعني، وقلنا ساعتها ان الماجنت هاز الكتريك افكت. ماجنت هاز الكتريك افكت يعني ايه؟ يعني انا من الماجنت ينفع اطلع الكتريستي. فطبعا دي كانت معجزه. طيب يبقى الماجنت هاز الكتريك افكت، بس مش هينفع الاستاتيك ماجنت هو يحصل له ايه؟ يطلع لي الكتريستي، مش بينفع. لا لازم يحصل روتيشن. ممكن نعمل روتيشن للماجنت او نعمل روتيشن للواير. المهم هنا يكون اوريدي في حاجه بيحصل لها ايه؟ كاينتيك انرجي. هيحصل تيرن للماجنت، يحصل كاتنج للماجنتيك فيلد، يحصل جنريشن اوف الالكترونز، والالكترونز تبدا تحصل لها فلو انسايد واير. طيب نلاقي داينامو فين؟ او الفكره دي انا هستفيد منها ايه؟ ده انا محتاج حاجه تعمل لي كاينتيك انرجي. يعني طبعا التفكير الصح ان انت يكون عندك تولز
تقدر يحصل لها كاينيتك او تعمل كاينيتك انرجي فور فري. طيب فبدانا نعمل ايه، بداوا يعملوا حاجه اسمها الويند ميلز، بنلاقيها في طريق الغردقه واحنا ماشيين، بيج فانز كده كبيره قوي مالها دي. اوريدي الهيد بتاعتها كونتين داينامو، اللي هو ايه الداينامو؟ اللي هو هيبقى عندي هورس شو ماجنت، ايام ما يكون يعني ماجنت وواير. طيب جايبه الواير عشان هو جود كونتاكتور ويحصل الايه الكتريك ايه كرنت فلو ثرو. طيب والماجنت عشان اوريدي عنده ايه الكتريك افكت. هيحصل ايه بقى؟ الارم بتاعت الماجنت دي هنثبتها كده من ايه، طبعا في الايه من الاذر سايد، هنثبتها كده بتبقى انسايد يعني في مين، في الفان البيك فان دي. طب هيحصل ايه؟ الويند فورس تعمل روتيشن للبيك فان، الروتيشن دي هتعمل روتيشن لمين؟ للهورس شو ماجنت، فيحصل كاتنج اوف لمين؟ يحصل كاتنج لمين؟ للماجنتيك فيلد. بعد كده يحصل ايه؟ جنريشن اوف الكتريستي. لو الويند خلاص الويند وقف يبقى الايه؟ الويند ميلز كمان هتقف، يبقى ساعتها كمان الجنريشن اوف الكتريستي مش هي مش هيحصل. طيب يبقى انا كمان هنا هحط ايه؟ واير، وخلاص الواير ده كونكتد ويبدا يطلع الكتريك ايه؟ انرجي. فكره بسيطه خالص. او اوريدي ممكن نستخدم الايه؟ التوربينز. ايه التوربينز؟ ممكن التوربينز بقى يتحط على ستيم فيبر كده، او يتحط على تحت ايه؟ تحت ووتر فولز. زي مين عندنا؟ عندنا الهاي دام، احنا ما عندناش شلالات ولا حاجه، بس عندنا الهاي دام بنسمح للووتر ان هي يحصل لها ايه؟ فولينج داون فروم اب تو داون كده ايه بشكل قوي جدا، فيكون عندنا ووتر فورس. الووتر فورس بتحط تحتيها حاجه اسمها التوربينز، والتوربينز دي از الفان برضك هيحصل لها روتيشن. وطالما انا وصلت للروتيشن هنا او هنا او هنا، خلاص يبقى انت اتكونكتد الديفايس بتاعك اللي بيحصل له روتيشن ده مع داينامو، والداينامو خلاص عليه الدور ان يعمل ايه؟ كونفرت للايه؟ للكاينيتك انرجي اللي موجوده هنا انتو الكتريك انرجي. لازم تكون فاهم ده كويس عشان ما تحفظش بس ان الداينامو كونفرت كاينيتك انتو الكتريك. وكنت ممكن اضحك عليك واقول لك بص ليه السكوتر فيه داينامو، والولد يطلع يجري جامد بالسكوتر يبقى يزود الكاينيتك فيزود الايه الالكتريك انرجي، وانت اصلا مش فاهم ايه اللي حصل. الفكره كلها او المين ايديا ان الداينامو كونتين ماجنت، والماجنت هاز الكتريك افكت. لو ما كان هو ينفع اي روتيشن تطلع لي الكتريستي اي كاينيتك يعني؟ لا، انا محتاجه ميكانيكال انرجي لماجنت، او الماجنت يكون ماشي اوكي ايه في الستيشنري ستيت او فيكسد، بس اوريدي يحصل روتيشن عشان ابدا ايه للواير مثلا، يحصل كده روتيشن للواير فتبدا تعمل كاتنج اوف برضك لمين؟ للماجنتيك فيلد ويتش ايه برديوس الكترونز. وخلاص طالما في الكترونز وانا عندي واير يبقى يحصل ايه فلو اوف الايه اوف الالكترونز او الالكتريك تشارج ثرو الواير، ويبقى انا كده معايا الكتريك انرجي او الكتريك كارنت. فببساطه خالص يبقى انا دلوقتي عملت تشينج للكاينيتك او الميكانيكال انرجي انتو الكتريك انرجي، واللامب بتاعتي يحصل لها لايت اب من غير اي باتري. هي يمكن دي شويه ايه الفكره الاصعب في الليسون كله، غير كده خلاص الدنيا بتبقى بسيطه. طيب نبدا بقى نشوف. يبقى انا دلوقتي عايزه اعمل تو ديفينيشن. تو ديفينيشن احنا اصلا ما قلناش حاجه اصلا. طيب الالكتروكيميكال سيل اللي انت ممكن تدي لها ايه نيم تاني، ونيم تاني مشهور قوي بنسميها الايه الباتري او دراي سيل، بما انها يعني ايه دراي ما فيهاش اي سوليوشن، دراي سيل او الكتروكيميكال سيل او باتري. هنقول ايه؟ هنقول ان هي سيل ها كونفرت chemical energy into electric energy. بس كده ما حصلش حاجه خالص، انت جايب من الفهم اللي انت فهمته الديفينيشن. ها it is a cell which convert ها it is a cell which converts ها chemical energy into electric energy. while dynamo، لا dynamo مش هينفع اقول عليه cell، dynamo هيبقى device او tool. طيب the device in which the mechanical energy change into electric energy. يبقى احنا فهمنا كده اللي change حصل ازاي. طيب تمام كده. the two sources ما كانوش تو سورسز وخلاص، عشان اوريدي انت تعمل برودوسنج اوف الكتريستي. فكره احنا كمان عندنا السولار سيل سورس، بس مش عليك في المنهج. السولار سيل شغاله بنفس الايه الفكره بتاعه الكيميكال سيل شويه، او هتطلع نفس التايب اوف ايه اوف الكتريستي. طيب انا عندي تو سورسز، التو سورسز هيطلعوا لي كمان تو تايبس اوف الكتريك كارنت. يعني انا ايه هخرج من السورسز على تو تايبس اوف الكتريك كارنت. ايه التو تايبس؟ تايب نمبر 1 اسمه دايركت electric current وبنرمز له كده بدي سي. طب والتايب الثاني اسمه alternating electric current، وبرضك هياخد اي سي السمبل. طب التو تايبس اول difference between them ان ده generated from ايه الباتري، وده generated from الدايم. طيب السكند difference بقى between them في ديفرنس مهم جدا جدا لقيناه في الايه في الدايركت كرنت، ان الدايركت كرنت هيسموه حاجه اسم تاني اسمه يوني دايركشنال. يوني دايركشنال يوني دايركشنال الكتريك كرنت. يوني دايركشنال الكتريك كرنت
ليه هو يوني؟ يوني means ايه؟ means ان هو move in only one direction, unidirectional electric current. مش فاهم. طيب نقول بس تعريف اسهل. طيب نجيب باتري، بس انا already بعمل electric circuit. electric circuit اللي system بالelectric circuit, battery, wire, key, lamp. خلاص كفايه كده، هو كده خلاص الدنيا تمام. ولو انت عايز تعمل ميجرنج طبعا للانتنسي هنجيب اميتر، والايه والبوتنشال ديفرنس بنجيب فولتميتر. طيب المهم السمبل الكتريك سيركت كونسيستس اوف باتري كي وواير ولام. لا انا هبدل اللام لهدف كده معين، هنبدلها بفين؟ يبقى الالكتريك سيركت كونتين باتري وانا جايب فين. طيب هيحصل ايه؟ انا عندي الباتري هي السورس اوف الكتريستي، هركب الباتري بالمنظر ده هلاقي الروتيشن اوف الفان فور اكزامبل مثلا في الايه في الدايركشن ده. طيب هعمل حاجه شويه غريبه، هبدا اقلب الايه الباتري، ركبها بالايه بالعكس ان ذا سيم سيركت، بس البوزيتيف بول هي ولا هيبقى ايه بتاعت كده والنيجاتيف بول فوق. طب وكونكتد برضك مع ايه؟ مع الفان. ايه متوقع ايه او انا بعمل ايه؟ حاطط فان ليه؟ هلاقي حاجه غريبه حصلت، اول ما عكست الدايركشن او الايه البوزيشن بتاع الباتري بدات كمان الفان تعكس الدايركشن بتاع الروتيشن. طب ده حصل ليه؟ حصل علشان اوريدي الالكتريستي بيحصل لها موفينج ان اونلي وان دايركشن فروم البوزيتيف انتو النيجاتيف، فماشيه من الايه من البوزيتيف للنيجاتيف من البوزيتيف للنيجاتيف، فبتعدي على الفان فبتعمل لها دايركشن معين. لكن هنا لما عكسنا الايه الباتري هيبدا الدايركشن اوف الايه، هو ما اتغيرش، هو ما اتغيرش، هو بردك لسه من البوزيتيف لمين؟ للنيجاتيف، بس انت بس اللي ركبته بالايه بالعكس، فحصل ايه؟ حصل تشينج في الروتيشن. طب احنا كده اتاكدنا من ايه؟ اتاكدنا ان فعلا الدايركت كارنت ها كان موف ان اونلي وان دايركشن فروم بوزيتيف بول انتو نيجاتيف بول. طب يبقى اتسمي تيون دايركشن عشان الالكتريك كارنت فلو فروم البوزيتيف انتو النيجاتيف. طيب كمان انا لو ركبت في الالكتريك سيركت بتاعتي دي اميتر، اللي كنا بنعمل ايه بالاميتر؟ مين فاكر؟ طيب الاميتر تول كنا بنعمل بيها ميجرنج للالكتريك كارنت انتنسيتي، هنعمل بيها ميجر الالكتريك كارنت انتنسيتي. لو غيرتش اي البوزيشن بتاع الاميتر من مكان للتاني هتلاقي كل الالكتريك كارنت انتنسيتي في كل مكان في الواير، والفان بتاعتي بيحصل لها روتيشن بنفس الايه بنفس الانتنسيتي، عماله بتنفذ بنفس قوتها طبعا لغايه ما هبدا استهلك الباتري وهتبدا تضعف لغايه ما تخلص. لكن هقول في البدايه لا اوريدي خلاص كده الالكتريك كارنت انتنسيتي بتاعي في كل بارت فين في الالكتريك سيركت فيكسد، فهيبقى اول حاجه عندي في الديفرنس. يبقى انا قلت اهو ايه، قلت السورس بعد كده قلت الدايركشن، ودلوقتي بتكلم على حاجه اسمها الانتنسيتي الكتريك كارنت انتنسيتي. مش كلمه غريبه انت عارفها الكتريك كارنت انتنسيتي. طب اما بتكلم عن ايه؟ بقول ان الانتنسيتي هنا بتكون ايه كونستنت، كونستنت فاليو. يبقى الانتنسيتي اوف الدايركت كارنت از ايه كونستنت فاليو. يبقى انا لما اركب الفان او اركب اللام هلاقي اللام بتاعتي اللايت انتنسيتي بتاعتها هي كمان كونستنت زي ما الالكتريك كارنت انتنسيتي في كل البارتس اوف الكتريك سيركت از كونستنت. طيب المفاجاه هنا ان انا مستني اشوف الانتنسيتي بتاعت الالترنيتنج كارنت. طيب يا ترى الالكتريك الالترنيتنج كارنت ماشي هو كمان زي الدايركت كارنت ان ايه ان وان دايركشن؟ لا، هيحصل حاجه غريبه للالكتريستي. المفروض ان الالكترونز بيحصل لها فلو ان وان دايركشن في الاول، هتبدا يحصل لها مثلا فلو فورورد، بعد كده هلاقي الالكترونز بتغير الدايركشن بتاعها وبتبدا يحصل لها ريتيرنينج باك. يعني ايه؟ يعني الالترنيتنج كارنت هيعمل موف انتو دايركشن. ازاي يعني؟ طيب لو احنا اوريدي عندنا لام وكونكتد اللام ويز داينامو، مفاجاه هتحصل في الانتنسيتي بتاعت اللام. هيحصل ايه؟ هلاقي اللام اول ما شغلتها الانتنسيتي اوف اللايت كبيره جدا، يعني من جزء كده من الثانيه وهنلاقي ايه بدا يحصل ديكريز للايه للانتنسيتي، وبعد شويه بدا يحصل انكريز للانتنسيتي. ايه ده بقى؟ طيب يبقى واضح ان الانتنسيتي عمال يحصل لها انكريز وديكريز انكريز وديكريز. ايه الريزون بقى علشان خاطر ده يحصل؟ اكتشفنا ان الالكتريك تشارجز او الالكترونز يعني اللي بيحصل لها فلو فروم الداينو فيرستلي او ايه ات ذا بيجيننج ايه موف ان اونلي وان دايركشن، ذن ايه بقى موف ان ذا اوبوزيت دايركشن. كان في الفيديو موضح كده وعامل زي يكون بيحصل فايبريشن، يعني موف ان ايه في الدايركشن ده وبعد كده ترجع موف وترجع فورورد وباكورد فورورد وباكورد. اثر على ايه ده؟ اثر اوريدي ان الانتنسيتي بتاعت الالترنيتنج كارنت ما بقتش كونستنت. امال هنقول عليها ايه؟ هنقول عليها ان هي بتتغير، فنقول عليها فاريبل، فاريبل انتنسيتي.
يعني فاريبل انتنسي زي ما اللامب كده ما انت شايفها عمال يحصل لها انكريز ويحصل لها ديكريز. طيب ايه السبب في الانكريز والديكريز اوف الانتنسي اوف لايت؟ هو ايه السبب بتاع ايه بتاع التشينج اوف الايه اوف الانتنسي اوف مين الالكتريك كارنت او الالترنيتنج كارنت. طب وليه ليه الالترنيتنج كارنت عمال يغير في الانتنسي بتاعته؟ عشان اوريدي هو في ايه في البدايه بيمشي ان وان دايركشن بعدين يبدا يعكس الدايركشن. طيب جرافيكالي المفروض ان انت لما تيجي ترسم الانتنسي وبتيجي كتير جدا في الامتحان هنعمل جراف بتوين الانتنسي والتايم هيحصل ايه؟ المفروض في البدايه هتبدا تزيد الانتنسي لغايه ما توصل الماكسيمم، ولو انا مركب اميتر هلاقي بيحصل ديفليكشن للبوينت اوف اميتر وبتديني ايه الماكسيمم ريدنج. نشوف يعني مثلا ايه كام ايه كام امبير. طيب ادتني ايه وصلت للماكسيمم، بعد شويه هلاقي وانا ما فصلتش حاجه هلاقي البوينتر بتاع الاميتر راح عامل ايه بوينت على مين على الزيرو. يعني ايه؟ يعني الانتنسيتي بيكام ايه بيكام زيرو، وصلت ماكسيمم وبعد كده وصلت للايه للزيرو. ليه؟ هي راحت وبعد كده بدات تسحب، تمام سحبت من اللام فخلاص مفيش انتنسيتي. في نفس الايه بقى بسرعه هيبدا يحصل ايه تشينج للايه للدايركشن، فبدل ما اوريدي الالكتريستي كانت واصله لها كده اتسحبت وبعدين هتروح راجع لها من الناحيه الثانيه، فيحصل ايه يحصل الانتنسيتي انكريس كده انكريس بس ان اوبوزيت ايه ان اوبوزيت دايركشن. يبقى ده مثلا فورورد وصلت الماكسيمم وهي ماشيه في البدايه، وبعد شويه وصلت للزيرو اتسحبت رجعت ثاني توصل للماكسيمم وهي ماشيه في الايه في الاوبوزيت دايركشن، بعد شويه توصل للزيرو وهكذا وهكذا and so on. طب يبقى الالكتريك كارنت انتنسيتي اوف الالترنيتنج كارنت از فاريبل. ليه هي فاريبل؟ علشان اوريدي الالترنيتنج كارنت موف ان ايه ان تو دايركشن، فما ينفعش طبعا اقول عليه يوني دايركشن. طب امال الانتنسيتي بتاعت الايه اليوني دايركشنال الكتريك كارنت؟ لا الانتنسيتي بتاعت اليوني دايركشنال الكتريك كارنت جرافيكالي هنرسم برضك بتوين الانتنسيتي والتايم هي كونستنت. انا ما بقولش وهي بتضعف يعني انا مش هاخدها لغايه النهايه، لا في بدايه التشغيل او في نهايه التشغيل بتاعها هتلاقي الايه الانتنسيتي doesn't change. فبنرسمها ستريت لاين بارل تو تايم ايه تو تايم اكسس. ده مينز ايه؟ مينز ان الايه الانتنسيتي doesn't change with ايه with time. طيب يبقى احنا نراجع كده بسرعه. خدت السورس داين اسم الكارنت alternating moving two direction intensity بيحصل لها ايه تشينج. هنا الباتري طلعت لي دايركت كارنت قلنا عليه دايركشنال عشان هو فعلا موف فروم ان اونلي وان دايركشن، بس انت تبقى عارف ان هو فروم الاي بوزيتيف انتو النيجاتيف، والانتنسيتي طلعت كونستنت. كل دي ديفرنس بتوين التو ايه التو تايبس اوف الايه اوف الكارنت. طيب يا ريت ايه ان ايه يكون ايه حاولنا نلم كده الدنيا تمام. يعني انا سايبه الكاميرا قصادكم كتير على الحاجات اللي احنا كاتبينها عشان بس ايه تلحقوا يعني تفهموها. طيب انا اقول الحته دي حتى كده اقول طيب الديفرنس اللي بعد كده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الترانسفيرنس. الترانسفيرنس لقينا الدايركت كرنت ما عندوش قدره غير ان هو يمشي ايه بس يحصل له فلو يعني ان واير فور اشورت ديستانس. يعني مثلا ايه في الريموت بنحط الباتري يعني يدوبك ايه من عند الباتري لغايه الايه الكي بتاعت الايه الريموت، او مثلا في الكور بنكون بردك حاطين الباتري مش بعيده قوي عن ايه عن المكان التشغيل بتاع العربيه، فاوريدي دي بردك ايه ما تعتبرش ايه ما تعتبرش مسافات كبيره. ولقينا ان الدايركت كارنت ما يقدرش يحصل له فلو غير ان ايه شورت ديستانس، هيمشي في شورت ايه شورت ديستانس. لكن الالترنيتنج كارنت هينجح جدا ان هو يمشي ايه شورت ولونج ديستانس، شورت ولونج ايه ديستانس. ودي هتبقى حاجه لطيفه جدا في الايه او من البنفيتس اوف الايه اوف الالترنيتنج كارنت. اه بس هو وحش عشان عندها فاريبل انتنسيتي، انا مش هشتري داينامو يخلي الالكتريستي عماله يحصل لها انكريز وديكريز وايه فايبريشن كده وما فيش انتنسيتي مظبوطه. طيب يبقى دي اوريدي حاجه سيئه فيه، لكن اوريدي حاجه جميله جدا فيه ان هو ايه move for short and long distance. وكمان الانتنسيتي قوه الالترنيتنج كارنت كبيره اكبر بكتير من الانتنسيتي بتاعت الدايركت كارنت. طيب الدايركت كارنت يعني في حياتنا كده بقول لك يعني خلاص ايه حركنا بس بيها عملنا الايه العربيه ريموت تو حاجات البسيطه دي. طيب لكن انا مش هينفع اشغل الايه البيج ماشينز بالدايركت كارنت، الانتنسيتي بتاعته ضعيفه مش هتقدر ايه تعمل ايه اوبريتنج للماشينز الكبيره. طيب انا مضطر استخدم مين الالترنيتنج كارنت. مبسوط جدا عشان عنده هاي انتنسيتي، مبسوط جدا عشان هو كان ترافل فور لونج ديستانس، بس متضايق علشان عنده فاريبل انتنسيتي. طيب نحل الموضوع ده ازاي؟ المفروض ان الالكتريستي يعني ماشي خلاص بقى كفايه كده الحته دي. طيب الانتنسيتي طيب
اتفقنا ان هنا دي عندي كونستانت وهنا ايه فاريبل. طب انا لما بجيب الكتريستي محتاج اطلع الترنتنج كارنت عشان هو هيمشي فور لونج ديستانس، فاقدر انقله من ايه من مكان لمكان بعيد. وانا كمان لو انا بتكلم في الاول قلت ان اوريدي الداينامو موجود عند الايه عند اسوان في الهاي دام، فيبقى انا محتاج ان انا اعمل جنريشن اوف الالكتريستي من مكان بنسميه الكتريك باور ستيشن. الكتريك باور ستيشن اماكن كبيره بيكون كونتين ايه بقى هيوج داينامو وحاجات كده كبيره جدا جدا عشان الجنريشن اوف الالكتريستي. طب انا هنقلها من الالكتريك باور ستيشن في كيبلز كبيره قوي تشوفها انت اوريدي وانت ماشي مسافر، بتعمل ايه؟ بتاخد ايه؟ بتلاقي في واير كبير قوي او كيبل كبير قوي قوي متوصل او اكتر من واحد بتوصل على الايه على الهولدرز دي، وواصل لغايه ما بيوصل عند ايه عند اماكن بقى معينه كده في المحافظه او في المكان اللي انت فيه. وبعد شويه يعني احنا نوصل ان احنا ايه وصلنا لمين للهومز. طيب لان انا محتاجه ان يكون عندي الكتريستي يقدر يحصل لها ترانسفيرنج فور ا لونج ديستانس، فما عنديش غير مين اللي كان ترافل فور ا لونج ديستانس الترنيتنج كارنت. طب انا كده مستني ان كل الديفايسز اللي هنا يحصل انكريز وديكريز فين في الانتنسيتي بتاعه الماشينز وبتاعه اللايت وي وي، بس انا ما بشوفش ده في البيت. يعني ايه؟ يعني احنا مركبين اللمبات عندنا عادي ما بيحصلش انكريز وديكريز في اللايت، ما بشوفش مثلا ايه الماشين بتاعتي بدات تشتغل قوي بدات تشتغل ضعيف، ما حصلش. طيب فعلا ما حصلش. طيب يبقى الالكتريستي مش الترنيتنج، لا الالكتريستي اللي موجوده في الهوم بتاعنا الترنيتنج كارنت. المفاجاه ان الالترنيتنج كارنت عنده ability انه يحصل له تشينج انتو دايركت كارنت. وصلت جوه الايه جوه الايه الهومز، لا انا وصلت الترنيتنج كارنت جوه كل ماشين بقى احنا هنستخدمها في بيتنا. ممكن نحط جوه كل ماشين زي التلفزيون مثلا وصل له الترنيتنج، وهتحط انت الايه الكيبل بتاعه وهتبدا تشغل، هتلاقي جواه موجود حاجه اسمها كونفرتر، والكونفرتر عنده الايه الابيليتي ان هو يعمل تشينج الترنيتنج كارنت انتو دايركت كارنت. طب يا ترى ده اللي هو موف فور شورت ديستانس، قلت يعني ايه تقريبا الماكسيمم ديستانس بتاعته كانت الكور يعني ولا حاجه. طيب يا ترى ده يقدر يتحول هو كمان فروم دايركت كارنت انتو الترنيتنج كارنت؟ لا ما بيحصلش. يبقى تاني بقى ايه ميزه للالترنيتنج كارنت، قلنا اول حاجه ان هو ايه موف ايه فور ا لونج ديستانس. مشكلته كانت في مين؟ في الانتنسيتي. بدات احل مشكلته في الانتنسيتي ان انا عملت له كونفرت الدايركت كارنت، والدايركت كارنت كان ايه كان اكس فان في الانتنسيتي بتاعته كانت ايه كونستانت. طيب يبقى قلنا كده هنا اهتمينا بمين؟ اهتمينا بالترانسفير. طيب اهتمينا ايه كمان؟ اهتميت بالكونفرت. يعني ايه؟ يعني بقول ان الدايركت كارنت كان كونفرت انتو ايه الترنيتنج، لكن الترنيتنج كان كونفرت انتو دايركت. طيب فببساطه كده بقيه الماشينز بتاعتي اللي في البيت لو يعني مش هيفرق معاها الانتنسيتي ان هي بيحصل لها تشينج ممكن نستخدم الالترنيتنج كارنت، لو هيفرق معاها الانتنسيتي هتافكتد مثلا على الصوره او هتافكتد على الايه على الباور بتاعه الايه الديفايس، يبقى الديفايس من جواها هنلاقي في كونفرتر يعمل تشينج الايه الالترنيتنج كارنت انتو دايركت كارنت. سو الترنيتنج كارنت يوز ان لايتنج اور هاوسز اند ستريتس اند اوبريتنج الكتريك ابلاينس. لكن الدايركت كارنت ممكن نستخدمه في تولز كتيره برضك، فممكن نقول ان احنا برضك بنستخدمه في الالكتريك ابلاينس مبين ان انت اوريدي مشغل بيه على الريموت ومع التويز. طيب بس عنده ايه؟ عنده يوزج مهمه جدا 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 حاجه اسمها الايه الكترو بليتنج. يعني ايه الكترو بليتنج؟ ببساطه كده انت معاك قلم ونفسك القلم بتاعك ده تقول تحس كده او اوريدي عايز تعمل له بنت باي جولد، عايز تحس ان انت معاك قلم ذهب، او اوريدي يعني هي التولز مثلا بنكون عارفين ان في عندي اكتيف ماتيريالز ممكن رياكت فاستلي ويز الايه ويز الاكسجين بيحصل لها راست. طب تو بريفنت راست ده انا محتاج ان انا اعمل بنت باي ان اكتيف ماتيريال. ان اكتيف ماتيريال اكوردنج كيميكال اكتيفيتي سيريز، حاولوا تذاكروا وتفتكروا كيميكال اكتيفيتي سيريز انا عندي مين؟ عندي جولد وعندي السيلفر، جولد اند ايه اند سيلفر. طيب هعمل ايه؟ انا اوريدي بقى انت هتتفرج على الفيديو او على اي فيديو يعني يكون اوريدي بيوضح لك الالكترو بليتنج بيحصل ازاي. انا هجيب سيلفر تول او سيلفر رود وهجيب التول بتاعتي اللي انت اوريدي عايز تعمل لها بنت، التول بتاعتك ميد اب اوف ايرن الومنيوم اي ايه اكتيف ماتيريال ميتال، وبعد شويه هحطها في ايه في سبيسيفيك سوليوشن واي اكونكتد ذم ويز ايه ويز الالكتريستي. هم طبعا الاثنين جود كونداكتور، هم الاثنين ميتال بس واحد ان اكتيف والثاني اكتيف، واحد بيحصل له راست والثاني ما بيحصلوش. هلاقي بيحصل ايه؟ بيحصل ترانسفيرنج للايه للسيلفر وبيحصل له بنت او بيحصل له ايه ادهير كده على مين؟ على البادي بتاع الايه الالومنيوم تول او الايرن تول. يبقى انا كده عملت الكترو بليتنج. ده كده كان بارت 1 وكده يبقى احنا مين الـ يعني الاهم ومين اللي اكتر استخداما هيكون الالترنيتنج كارنت. فبنقول جيف ريزون ذا الترنيتنج كارنت از بريفيرد تو ذا دايركت كارنت.
ليه الالترنيتنج كارنت از بريفيرد تو الدايركت كارنت الترنيتنج از ات كان ايه موف فور ا لونج ديستانس اند كان كونفرت فروم ايه سوري اند كان ايه كونفرت انتو دايركت كارنت. طيب ده كده كان بارت 1 او سمري سريع لبارت 1. عارفه ان انا طولت في الشرح بتاع الداينو، بس انا هاممني جدا جدا ان انت تكون فاهم مش حافظ.